البطل وديني جدا كل دقيقة تزيد محبتنا لمنين العين رحمين تلتنا ولا مدخول قول معانا العالي على ايدينا وصرنا وانتي فوقك نشوفك تغلى للتيرا نزرع ايديك تشي بالربحة ورا الربحة ولا ما درناكي بكم في الكرونوسبور. لجنة صلاحية الملاعب قررت منح شهادة صلاحية المركب الهادي نايفل في باردو بعد فترة أشغال طويلة، وهكا الملعب التونسي نجم يستضيف النادي الفريقي نهار الأربعاء في إطار الجولة الأولى من مرحلة الإياب من البطولة في ملعب باردو. أكثر تفاصيل من عند رئيس الملعب التونسي غازي بن تونس. أولا الماتش احنا الرخصة فيناها مش غير ماتش نادي فريق وعرف نادي فريقي فينا رخصة إن شاء الله المرحلة الإياب كاملة، ولهذا إن شاء الله المركب الهادي نايفل يستضيف معناها ضيوف نتاعنا كاملين باش نرحبوا في بارك الله. والله الحمد لله هي ديما ان بعد العسر يسر توالت، وهي الحمد لله تحلت بوقوف ياسر ناس ياسر ناس صراحه ما نحبش نستثني وما نحبش نشكر ياسر، لكن اول شكر يتعدى للسلطات صراحه معناها والي تونس يعطيه الصحه فريمون يعطيه الصحه، الحمايه المدنيه الامن الولايه البلديه معناها الناس الكل المعتمده صراحه وقفوا يد في يد ان شاء الله مركب بارد ونلعبوا فيه، وخاصه كما قلت انت خاطر الامور توالت والناس ولات تحس كيما نوع من الذنب اللي احنا خسرنا في حق الجمهور، فهي الكونتريبيابل اللي خلص فلوسه باش نبنيو المركب هذا هذه مفخره لتونس، وهذه معناها اكثر من هكا نجاح للرياضه التونسيه ككل. ان شاء الله غدوه يزاد يتحل في المدن التونسيه في ملاعب اخرى وملاعب ونفتخروا بها، احنا كنا نعودوا نلعبوا في ملاعب كلنا في الاجتماع هذا ان شاء الله نوزافون دو زاكس معناها اللي بتحلوا بهم المشكل هو نكس سوسيال اللي الناس طلب الجماهير ولبيناه والناس الكل فهمت ولبيناه قد السيد الوالي باش ندخلوا ونحلوا المركب 2001 ان شاء الله 2001، والدوزيام ارتناك اللي هو معناها اداري ومهم واللي السلطات طلبت منا مثلا لي بلان سوكو لي بلان تاع الحمايه المدنيه هذا كله لازم يكون موجود حتى على مستوى الاداره التونسيه، ما نجموش احنا اليوم نستعملوا الضغط نتاع الشارع باش تولي امور شعبويه اللي احنا ضدها داير ومراقبينا، الجمهور عنده حق يطالب واحنا ربينا طلب وتعهدنا باسم الجمهور باش نقدم الايضاحات ونقدم الكشوفات ونقدم لي بلان كاملين باش يكون المركب نتاعنا ونورم انترناسيونال.